عيشي بلادي عاش اتحاد إماراتنا، عشت لشعب دينه الإسلام، هاته القرآن، حصنتك باسم الله يا وطن. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الشيخ الدكتورة موزة بن طحنون بن محمد آل نحيان، أصحاب المعالي والسعادة، ضيوف حفلنا الكرام، زميلاتي الخريجات دفعة قادة الجيل الرابع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نجتمع افتراضياً لنحتفل بالنجاح والإنجاز، ونسعد بتخرج كوكبة جديدة من كليات التقنية العليا دفعة العامين 2019 و2020 من قادة الجيل الرابع. نفخر الآن بأن نستمع لكلمات الشيخة الدكتورة موزة بن طحنون بن محمد آل نهيان، نستلهم منها الكثير للمستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحضور الكريم، بناتي العزيزات، خريجات كليات التقنية العليا دفعة قادة الجيل الرابع، أشعر بسعادة غامرة وأنا أتحدث إلى بناتي خريجات هذا العام قائدات الجيل الرابع. ولكم تمنيت أن أكون بين بناتي في هذا الوقت كي تتضاعف سعادتي كما جرت العادة عبر الأعوام الثلاثة الماضية، وكي أصافح قائدات ورائدات وأمهات الغد. وإني لأتطلع لهذه اللحظة من كل عام بشغف واهتمام، وذلك لعظيم فخري بفتياتي من بنات الإمارات. بناتي الخريجات، لقد فرضت الظروف علينا أن نحتفل افتراضياً حرصاً على السلامة العامة، وهي أولوية لنا جميعا الآن، إلا أن حرصي على المشاركة في هذه الفرحة أكبر من كل الظروف والتحديات. لهذا أبد كلماتي مهنئة كل واحدة من بناتي بنجاحها وتفوقها، كلمات محملة بكل مشاعر الفخر والفرح والأمل، وأقول لها: أنت الطموح والرهان وفخر الوطن. وأتقدم بأسماء آيات الشكر والعرفان إلى قيادتنا الحكيمة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله، وإخوانهم حكام الإمارات لجهودهم في دعم مسيرة التعليم وتمكين أبناء وبنات الوطن من مواصلة دراستهم بنجاح في ظل أزمة كوفيد-19، ما مثل نموذجا رائدا ومشرفا محليا وعالميا. وإنني اليوم أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله ورعاها. إن كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة يلمس آثار العمل المستمر والجهد الهائل الذي تبذله أم الإمارات في سبيل تمكين المرأة،
وهي التي قالت إن التعليم هو النافذة التي تطل منها المرأة على حضارة الأمم، وهو وسيلتنا لمواكبة مسيرة التطور والتقدم واستمرار النهوض بمجتمعنا. وسموها من استلهمت أفكارها من رائد الدرب المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فواصلت المسير على طريق الخير والعطاء. أم الإمارات تمثل النموذج والقدوة الملهمة للمرأة الإماراتية، فسموها آمنت بابنة الإمارات ووضعت لها نهجا وطنيا يؤكد مكانتها في المجتمع ويشجعها على الوصول لأعلى درجات العلم والمعرفة ودعمها لتحقيق ذاتها في شتى المجالات والمناصب، وتمكينها من لعب مختلف الأدوار العملية والقيادية بل والريادية، حتى أصبحت اليوم تساهم في صناعة القرار وتدعم وطنها في تحقيق الرؤى والأهداف. فمن كل قلبي شكراً أمي، شكراً أم الإمارات، شكراً رمز العطاء والإنجاز. بناتي الخريجات، الحضور الكريم، ستبقى كليات التقنية العليا مؤسسة تعليمية رائدة في تخريج القيادات ومد سوق العمل بالكفاءات، واليوم أثمن جهود كل القائمين على هذه المؤسسة العريقة، وأشد على أيادي أعضاء الهيئة التدريسية لدورهم المتميز في توصيل العلم والمعرفة لأبنائنا وبناتنا الطلبة بكفاءة تامة وبأعلى معايير الجودة خلال فترة العمل عن بعد. فشكراً كليات التقنية العليا، كما يسرني أيضاً أن أرسل بالتهنئات إلى أسر الطالبات الذين أدرك مشاعرهم اليوم وفرحتهم بالتخرج والتميز. ألف مبروك للأمهات، ألف مبروك للآباء، ولكل من ساهم في نجاح بناتي العزيزات. كما أحب أن أوصي كل ابنة من بناتي بأن تكون مثالاً للتسامح والوئام وقبول الآخر، فالتسامح من القيم الراسخة في المجتمع الإماراتي الأصيل والتي يستمدها من وسطية الدين الإسلامي ومن العادات والتقاليد العربية النبيلة. يذكرني الحديث عن التسامح بموقف للشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله، رأيت فيه نموذجاً عملياً لتطبيق هذه القيمة خلال إحدى المناسبات الوطنية، وحين اصطف الحضور لالتقاط بعض الصور لاحظ سموه وقوف أحد الأشخاص بعيداً، فأقبل عليه سائلاً لماذا لا تقف معنا، فعرف منه إنه ليس من أهل البلد. حينها أصر سموه على أن يكون هذا الشخص جزءاً من الصورة، ورد عليه قائلاً أنت هنا في وطنك بين أهلك، فيا له من قدوة حسنة. أوصيك يا ابنتي أن تضع الوطن وقيادته نصب عينيك، وأن تكوني دائماً فخورة بأنك من بنات الإمارات، كما هي بلادنا فخورة ببناتها وأبنائها. ختاماً، أتمنى لبنات الخريجات مستقبلاً مليئاً بالتوفيق والنجاح، فليبارك الله هذه الكوكبة المشرقة من قائدات الجيل الرابع، رائدات التحدي، قائدات المستقبل. وشكراً لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً الشيخ الدكتور موزة على هذه الكلمات. والآن نقف مع كلمة معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، رئيس مجمع كليات التقنية العليا، والتي يلقيها معاليه باسم مجلس الأمناء، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. يشرفني باسم مجلس أمناء كليات التقنية العليا أن أهني الدفعة الجديدة من خريجي كليات التقنية العليا قادة الجيل الرابع للعامين 2019 و2020
والبالغ عددهم 5243 خريج وخريجة حصلوا على الشهادات الجامعية بجدارة واستحقاق، حيث نحتفل اليوم بدفعة استثنائية لم تثنيها جائحة كوفيد-19 عن تحقيق أهدافها ومواصلة دراستها حتى أنهت متطلبات التخرج بنجاح، وبرهنت للعالم أن أبناء وبنات الإمارات على قدر المسؤولية والطموح. إن النجاح والتميز الذي نحتفل به اليوم ما كان ليتحقق لولا حكمة قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه ورعاه الله، التي تقدم الدعم اللامحدود للعملية التعليمية وفق رؤية ترتكز على أن بناء الإنسان قناعة ونهج وطني راسخ لا تنازل عنه ولا تهاون فيه مهما كانت الظروف والتحديات. حضورنا الكريم تغمرنا السعادة اليوم، ونحن نقطف سويا ثمار خطة الجيل الرابع، فأنتم من أولى الدفعات التي حققت من خلالها الكليات أهدافها الاستراتيجية بالوصول لمخرجات وطنية تتمتع بالمهارات الحرفية وبقدرة عالية على صناعة الفرص وليس انتظارها، وهو ما يجسد رؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة في إعداد إنسان المستقبل. كما نفتخر اليوم ونحن نحتفي بتأهيل كفاءات جديدة من أبناء وبنات الإمارات، أبناء وبنات زايد رحمة الله عليه، فأنتم اليوم تبدأون الخطوة الأولى في حياتكم العملية متسلحين بالعلم والمعرفة بما ينسجم مع وثيقة 50 التي جاءت لتجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. وأقول لإخواني وأخواتي الخريجين، أنتم رهان المستقبل، وكلنا ثقة بقدرتكم على خوض قمار العمل وبناء ذاتكم وتشكيل إضافة نوعية لقطاعاتنا الاقتصادية وقيادة اقتصادنا الوطني، وبالتالي المشاركة الفاعلة في عملية التنمية المستدامة، وهو الأمر الذي يتطلب منكم التحلي بالإرادة والعزيمة والتعامل مع التحديات كفرص للتميز والنجاح. وفقكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا معالي ناصر الهاملي على هذه الكلمات. إلى قادة الجيل الرابع كلمة يوجهها سعادة الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا بمناسبة التخرج، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معالي رئيس وأعضاء مجلس أمناء كليات التقنية العليا، حضورنا الكريم، أبنائي وبناتي الخريجين من قادة الجيل الرابع دفعة عامي 2019-2020، احتفالنا اليوم بتخريجكم ليس احتفالاً بنجاحكم الأكاديمي فقط، بل بنجاحكم في حياتكم، فأزمة كوفيد-19 مثلت تحدياً حياتياً وإنسانياً تجاوزتموه
بإمكاناتكم وعزيمتكم، وأكدتم أنكم على قدر ثقة القيادة بكم، لذا أهنئكم لتفوقكم وأهنئ الوطن بكم، فأنتم قادة الجيل الرابع، دفعة التحدي والتغيير، فنحن معكم دخلنا عهدا جديدا في مسيرة التعليم، فالتحول نحو التعلم عن بعد وإن كان استجابة لظروف طارئة إلا أنه سرع لتحقيق خطط وطموحات هدفت إلى تقديم تعليم يخاطب جيلكم، وجدتم فيه شغفكم فاستجبتم بسرعة لهذا التحول، وجعلتم التحدي فرصة لكم وانطلاقة لمستقبل جديد. يسعدني بهذه المناسبة أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لمقام صاحب السمو الوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله لدعمهم اللامحدود لمسيرة كليات التقنية العليا، مما مكنها من أداء دورها وتمكين طلبتها من المساهمة في مسيرة التنمية الوطنية. أبنائي وبناتي قادة الجيل الرابع، كلي فخر بكم، فأنتم أول دفعة من قادة الجيل الرابع يتم تخريجها هذا العام، وتمثلون انعكاسا واقعيا لأهداف وطموحات خطة الجيل الرابع التي أسست لها كليات التقنية العليا على مدار 4 سنوات لإعداد كوادر لمرحلة ما بعد التوظيف. واليوم نحتفل بكم قادة المستقبل، وأنتم تحملون الشهادات أكاديمية وشهادات أخرى احترافية مهنية متخصصة من جهات عالمية مانحة لها، لتكونوا قادة فنيين في تخصصاتكم، كما من بينكم رواد أعمال، فتخريج الشركات ورواد الأعمال أصبح جزءا من رسالة كليات التقنية وخطط استعدادها للـ50 عاما القادمة. لقد حققنا إنجازات رائدة في بناء وإعداد الكوادر البشرية ضمن خطة الجيل الرابع للكليات، والتي تأسست بالاعتماد على المحفزات الأساسية لمنظومة التميز الحكومي لدولة الإمارات، والتي تشمل الابتكار والاستباقية والمرونة، وهي ذاتها العوامل التي ساعدتنا على الاستمرار في التميز رغم تحديات المرحلة. ونحن اليوم ننتظر منكم خريجينا أن تثبتوا جدارتكم، وأن نراكم تساهمون في بناء الاقتصاد وصناعة القرار. وبهذه المناسبة يسعدني أن أثمن توجيهات ودعم مجلس الأمناء لكليات التقنية العليا وجهود فريق العمل من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وأن أبارك لأسركم نجاحكم وتفوقكم. وفي الختام أهني خريجي كليات التقنية العليا من دفعة عامي 2019 و2020، والبالغ إجمالي عددهم 5243 خريجا وخريجة، متمنيا لكم كل التوفيق والنجاح في خدمة بلادكم العظيمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور عبد اللطيف على هذه الكلمات التحفيزية. دفعة استثنائية ليس لمعايشتها أزمة كوفيد-19 فقط، بل كونها أولى مخرجات خطة الجيل الرابع لكليات التقنية العليا. عبارات ومشاعر شكر وتقدير في كلمة الخريجين تلقيها الخريجة ميثا خالد الشامسي. سمو الشيخة الدكتورة موزة بن طحنون آل نهيان
معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا، السادة أعضاء مجلس أمناء الكليات، زميلاتي الخريجات، الحضور الكريم، أهنئكم جميعا بمناسبة التخرج، متمنية لكل واحدة منا التوفيق والنجاح في مستقبلها. وكم كنت أتمنى أن نكون في هذه اللحظات مجتمعين تحت سقف واحد، نتشارك فرحة التخرج ونصعد منصة التكريم ونصافح راعي حفلنا ونحن فخورين بنجاحنا، ولكن الظروف حالت دون ذلك. وفي الوقت ذاته نقدر حرص كليات التقنية العليا على أن نعايش هذه اللحظات التي انتظرناها لسنوات عديدة، ونسعد بتبادل التهاني وتقاسم الفرحة مع كل من دعمنا وساهم في وصولنا إلى النجاح والتخرج. اليوم أسعد باسمي وباسم زميلاتي الخريجات أن أتقدم بالشكر الجزيل للقيادة الحكيمة وعلى رأسها صاحب السمو الوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رعاه الله، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات لدعمهم المستمر لمسيرة التعليم. كما أثمن جهود كليات التقنية العليا وكافة العاملين فيها، وأخص بالذكر أساتذتنا الكرام الذين كانوا خط دفاعنا في مواجهة تحديات أزمة كوفيد-19، وبجهودهم تمكنا من النجاح والتخرج. وكما نتقدم بالشكر الجزيل لأولياء أمورنا لوقوفهم إلى جانبنا وتشجيعنا في ظل الظروف الاستثنائية وتهيئة البيئة المناسبة لنا لتحقيق النجاح والتفوق. وفي الختام أقول لزميلاتي الخريجات، نحن دفعة الجيل الرابع، أتيحت لنا من الفرص الكثير لنتميز أكاديميا ومهاريا وحتى لنكون رواد أعمال، والآن ننطلق لنثبت ذلك ونعكس تميزنا ونحن نساهم في تنمية الوطن ونؤكد أننا بالفعل قادة الجيل الرابع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا ميثا على الكلمة. سنبقى على العهد والوعد، هتاف من الروح للوطن والقيادة، فمع قسم الولاء لخريجي كليات التقنية العليا. بالله العظيم، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصة، أن أكون مخلصة لدولة الإمارات العربية المتحدة، لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، ورئيسها ونحافظ على أمنها وسلامتها، ونحافظ على أمنها وسلامتها ونكون مطيعة للدستور والقانون، ونكون مطيعة للدستور والقانون ونؤدي واجباتي بالصدق والأمانة، ونؤدي واجباتي بالصدق والأمانة. والله على ما أقوله شهيد، والله على ما أقوله شهيد. يعيش صاحب السمو رئيس الدولة، يعيش، يعيش صاحب السمو رئيس الدولة، يعيش، يعيش صاحب السمو رئيس الدولة، يعيش، يعيش، يعيش. السادة الحضور، نبدأ الآن مراسم التخريج ونعلن أسماء خريجي كليات التقنية العليا لطالبات أبو ظبي والعين والغربية دفعتي 2019 و2020 من قادة الجيل الرابع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت معكم عريف الحفل الطالبة أمينة بدر الحسني من كليات التقنية العليا أبو ظبي للطالبات. إخواني وأخواتي الخريجين والخريجات، قادة الجيل الرابع، فخورون بكم ونتمنى لكم التوفيق والنجاح. صفية محفوظ الجنيني،
فاطمة محمد المدني، مريم علي حسين اليافعي، فاطمة أمين العيدروس، فاطمة عارف الجابري، موزة حمد الشرياني، شيمة حمد الجنيبي، زينب أحمد عبد الرحمن، سارة عبد الواحد الخوري، بدور عبد الله الخوري، عائشة طالب العطاس، إيمان أحمد الشرف، فاطمة صقر الفلاحي، عبير سلطان الجنيبي، فاطمة أحمد الحوسني، أمل عمر محمد عبد الله، عفرة محمد المزروعي، غنايم علي سعيد النهدي، أمينة أحمد الحوسني، مريم أحمد العيدروس، علي عامر الرنيتي، عائشة عبد الله العامري، مريم علي الزعاف، حنين بركة جابري، دنيا محمد القحطاني، عائشة خالد النبهاني، نسيبة محمد الحضرمي، ريم عزيز المنصوري، أبرار ريس الكثيري، زهرة سليمان السقاف، منى ناصر آل عني، منى عبد الرحمن عبد الله الشاطري، حمدة علي التميمي، شيمة حسين العوضي، سندية سليمان الزعابي، فاطمة ناصر الشحي، المها حسن النعيمي، أفنان عبد العزيز السعيدي، مريم علي جاسم المريخي، مسعدة علي الحارثي، خديجة محمد الطنيجي، مهرة دياب الياسي، اليازي عبيد الرميثي، مروة علي الحمادي، آمنة محمد معيوف، زينب حسن العبيدري، أبرار محمد الهاشمي، اليازي علي الحوسني، طيف محفوظ الشحي، نورة مرزوق المنصوري، بشاير سعود المرزوقي، عائشة ماجد الزعابي، آمنة يوسف الهاشمي، آلاء إسماعيل حسن الحوسني، مروة محمد سالم خزيز، عائشة أحمد الشحي، شمة علي الشامسي، نيثة علي الحوسني، مريم ناصر الجعفري، أنفال حبريش الكثيري، ليلى حسن باقيس،
عبد الله الحمادي، شيم إبراهيم العامري، نهلة عيسى المزروعي، بسمة ناصر الحضرمي، عالية محمد البلوشي، رحمة عبد الله المهيري، شيخة عبد الرحمن حسن محمد، ميسون محمد الزعابي، فاطمة ناصر الكربي، نوف عابد النيادي، مريم عبد الرحيم أهلي، أسماء أحمد محمد خلفان المنصوري، هدى محمد النهلي، سلامة محمد البلوشي، ميرا محمد النيادي، عايشة خلفان النعيمي، ميرا سالم الشامسي، براء عمر بن طرش، شيخة محمد المعمري، عفرة عايض الحبابي، إيمان محمد الحبابي، بدرية سعيد الكعبي، سميرة بنت مسعود العيسائية، عايشة فارس الظاهري، العنود حمد الشامسي، مشاعل سالم الكعبي، عايشة خميس الظاهري، ريم سعيد الحساني، اليازي مبارك الشامسي، فاطمة راشد عبيد آل علي، موزة عبد الله النقبي، هاجر أحمد الزيودي، خديجة علي النقبي، شم إبراهيم المزروعي، مريم حمدان المزروعي، فاطمة أحمد المرر، مريم سالم الرحبي، مريم عبد الله الحمادي، مريم محمد الحمادي، وردة جابر صالح اجتبي، أبرار محمد المنهالي، مزنة محمد المنصوري، فاطمة جاسم البلوشي، نورة عبد الرزاق حماد، كوثر صالح الجابري، شهد علي العميرة، ميرا خليفة الرميثي، عايشة سلطان آل علي، الصفا علي جابر علي، دانا سالم الحوسني، فاطمة عبد الله الحمادي، شمسة غانم المري، مها سعيد العامري، لطيفة حمد العامري، دينا محمد الشامسي، عهد عبد الله التميمي، ميثة علي الحمادي، شمة سالم النعيمي، لطيفة يمع الزعابي، نورة أحمد الحمادي،
منى أحمد آل علي، علي وليد العماري، رشا سهيل المزروعي، شمة محمد الظاهري، ميثا سعيد المنصوري، آمنة عبد الرحمن الحضرمي، موزة سعيد المنصوري، ميثا خميس المندري، مريم مال الله الحمادي، سمية عبد الرحمن العلي، علي محمد الحوسن، خلود علي المرزوقي، مريم عيسى الحوسني، فاطمة أحمد خوري، نوف إبراهيم المرزوقي، سارة وليد البريكي، ضبية جاسم المرزوقي، اليازية علي الظاهري، ميثا أحمد الحوسني، خلود علي المشجري، موزة محمد الزعابي، دانا إبراهيم الحوسني، ميثا أحمد العميمي، شيمة محمد الحضرمي، دانا خالد العلي، حمدة خلفان السويدي، خولة علي حسن آل علي، مروة بديع علي راشد، مريم خليفة الشامسي، علي عبد الله الحمادي، عائشة محمد المهيري، ليلى اسماعيل محمد، شيمة سعيد راشد الزعابي، لولو إبراهيم القبيسي، أمل جمال المزروعي، مريم خليفة الرميثي، نورة عبد العزيز المرزوقي، مريم عبد الله السويدي، أسماء حارث كبنجي، أمل عبد الله حماد، أميرة علي العامري، هند سعيد المنصوري، نوف صالح الكثيري، آمنة يمع الرميثي، شيخة محفوظ المنهالي، مريم علي سلطان اللوغاني، بشرة محمد عيدروس الواحدي، فاطمة جاسم الحوسني، أروى بنت عبد الله العطاس، نورة محمد صالح اليافعي، ريم سلطان الحوسني، مهرة هاشم البلوكي، عائشة سعيد الزعابي، شفية علي سعيد اليعقوبي، فهيمة مال الله خوري، روضة بطيل قبيسي، مشاعل غازي شعلان، موزة ماجد المنصوري، بشاير عمر العوبثاني، آمنة عبيد المهيري،
روضة جمال السيدامين، شمع المبارك العامري، عائشة محمد آل علي، عائشة صالح الحمادي، سارة علي حسين العقيل، شيخة سالم البادي، ابتسام حسن الحتاوي، عفرة سوده الحارثي، مريم شيخ صالح العامري، عنود خلف الحوسني، خلود علي بن نقح، أفراح يعقوب العبيدلي، جواهر مبارك المزروعي، هدى محمد السويدي، زهرة عبد القادر العامري، شريفة محمود محمودي، عينة ناصر الصوافي، سارة عبد اللطيف الحمادي، مهرة سعيد الرميثي، شيمة علي الحمادي، شوق فهد العمر، شيخ إبراهيم الزعابي، ميرا محمد الرميثي، أفنان معتوق الحوسني، ميرا أحمد الرميثي، عذاري أحمد المنصوري، عنود محمد عبود بن حريز، مشاعل علي حسن المنصوري، لطيفة خميس الرميثي، علي محمد آل علي، ميعاد علي أحمد اليماحي، خولة خلفان محمد الهاملي، موزع بيد محمد المزروعي، نورة أحمد يوسف الحمادي، إيمان سالم أحمد المشجري، نورة هداف رضوان المنهالي، روضة يوسف محمد المهري، عايشة نورة محمد البلوشي، فاطمة حسين سالم حسين الحامدي، عذاري ياسر علي محمد المهري، شمة سلطان سالم العامري، اليازية صالح سالم الراشدي، بدرية تاج الدين الهاشمي، فاطمة مصبح الهاملي، فاطمة سعيد القحطاني، موزة محمد السويدي، شمة أحمد سيف العامري، شيخة أحمد النعيمي، آمنة محمد العامري، شيخة محمد المنصوري، مريم حسين فرج الصيعري، فاطمة حسين البلوشي، خولة موسى الريامي، مريم حمد المنصوري، مريم عمران النقبي، شمع عمر العوبة ثاني، نوال سليمان الجابري، مريم يوسف الحمادي، غريبة حمد المنصوري، بشاير عزيز المنصوري،
ناجدة سالم المصعبي، نورة عبد الله التميمي، نجود مرعي الجابري، نورة حسن مقبول، ريم عبد الله الحوسني، مروة عبد القادر المازني، فاطمة يسلم العامري، ليلى عيسى المسكري، بتول سالم الراشدي، علي خميس الخيلي، مريم مبارك الخيلي، آمنة قاسم العامري، نورة سالم الحارثي، حمدة سالم العامري، ريم محمد الحوسني، نورة سالم الزعابي، سارة عبد العزيز العلي، حنان خالد الحضرمي، وديمة ماجد المنصوري، حميدة حسن بانعمان، نادية عوض البريكي، شمة خلفان اليعقوبي، موزة سيف المنصوري، عايشة علي المرزوقي، أمل علي هلال، سارة محمد الرميثي، عفرة محمد الرميثي، هدية ناجي ضالعي، بشاير صالح الكربي، موزة محمد المرض، حورية عبد الرحيم محمد، موزة عبد الله المنصوري، فاطمة يوسف الخوري، شيخ عبيد المهيري، حمدة محمد الشامسي، هند حسن المرزوقي، اليازية محمد البلوشي، دعاء محمد علي ناجي، مريم السيد عبدالله الرفاعي، خلود فضل المزروعي، نور أحمد النويس، نورة عيسى الشمنان، ميثة علي الحوسني، مريم سالم بن صفوان، خديجة هاشم علي العيدروس، مريم صلاح الزعابي، ريف محمد السويدي، آمنة حسن الحمودي، أمل بشير المحيربي، وداد علي المهري، فرجة أبجاد الهاجري، أميرة عبد الله المهري، ماجدة صالح العفيفي، وفاء محسن السعيدي، سلامة ماجد المنصوري، موزة مبارك الزعابي، هدى إبراهيم الهاشمي، موزة علي القبيسي، علي سعيد البريكي، هاجر أحمد المراشدة،
سلمى محمد المفلحي، بدرية ناصر العلوي، طاهرة سالم القبيسي، مهرة سعيد الحارثي، رنين عوض حسن علي، فاطمة بنت محسن البهلولية، فاطمة محمد الرميثي، اليازي عبد الله السويدي، موزة عبد الله النعيمي، ميثا محمود محمد إسماعيل، ملحم بارك البريكي، فاطمة جمعان الكندي، سلامة مسعود الظاهري، الريم سلطان الزعابي، جواهر عوانة المصعبي، سمية محمد بن طوب، مروة سيف العامري، لطيفة غانم الهاملي، لميا ناصر النعيمي، منى عبد الرحيم الخوري، ريم محمد بن سميدع، مريم عبد الحميد الكثيري، ريم عبد الله القبيسي، فاطمة عبد الرحمن بن سحاب، مريم سالم الدهماني، أميرة محمد الحمادي، مريم حمد الجنيبي، عفرة عادل الحوسني، مروة أحمد المزروعي، شيمة حسن الحامد، ميثا سعيد الكثيري، بشاير محمد الذهلي، فاطمة عادل الحوسني، عايشة محمد علي ناجي، شمع عبد الله الحوسني، حصة حاتم الهاملي، فاطمة عبود المهري، مي علي الهاملي، هبة صالح الرجيبي، شيخة عبد الله المرزوقي، مرام محمد الغفلي، مها حميد المعمري، شمة محمد الزعابي، آمنة أحمد الحمادي، حمد علي الحوسني، مريم فيصل الحضرمي، ميثا محمد الغفلي، فاطمة عوض العامري، ميثا سعد المهري، فرح محمد الزرعوني، ضحى عبد الله الحمادي، مدى عبد الكريم معتوق فرحاني المرزوقي، عوشة عبد الله الهاملي، شيخة علي النعيمي، سارة سليمان اليحمدي، نورة ياسين الحوسني، نورة علي المنصوري، منى جمعة المخيطي، مريم محمد البحراني، آمنة خادم القبيسي،
عفرة حسن الحمودي، حمدة خالد الصابري، تغريد خالد بن ثابت، مريم ناصر بن ماضي، عائشة علي النعيمي، شريفة سالم النبهاني، آمنة علي الحوسني، المها ماجد الشامسي، نوف عبد الله العامري، عهود عبد الله الساعدي، نوف ظافر الكثيري، مروة عثمان الحوسني، مريم سالم عمر الحامدي، موزة صالح الجنيبي، ريم محمد المنصوري، ميثا محمد الزعابي، خلود سالم الشامسي، سعداء عبد الله المنصوري، رفيعة عبد الله الزعابي، خولة سالم الأكبري، أسماء سالم الشبلي، خولة فيصل الحضرمي، عشبة حمود السويدي، وفاء سالم الحامدي، عايشة عيسى الشحي، علي حمد المنصوري، عايشة عبد الله العرياني، الريم أحمد الشميلي، مريم خالد العوضي، موزة عبد الله المنصوري، مريم راشد المريخي، ميرا محمد المهيري، فاطمة محمد النقبي، نور طالب الكوردي، شفاء عوض الهامي، مي علي المريخي، شرينة فرج القبيسي، ليلى أحمد المطهري، شمة محمد المضرب، مهرة محمد الرميثي، دانا صالح الكثيري، عايشة عبد العزيز الحوسني، ملاك عمر الحاشمي، حمدة محمد الخاطري، يمنى خميس الحوسني، بشرى محمد الحمادي، يسرع بيد الزعابي، سلام إبراهيم المرزوقي، مها عبيد الزعابي، موزة قاحة صليامي، أسماء إسماعيل خميس زايد، إسراء خليل الحوسني، ميثا محمد الجابري، فاطمة محمد الحوسني، فاطمة صالح النيادي، مريم ناصر القبيسي، غادة فرج بن سميدع، عايشة عادل العبيدلي، شمة عيسى المهيري، نوف عبدالله الكثيري،
حمد عبد الرحمن الحارثي، سارة إبراهيم المرزوقي، رحاب محمد المستكاء، ريم صالح سعيد عمر، رحاب عبد الله الجابري، ريم سالم المزروعي، ميثا سعيد المنهالي، عائشة نجيب الحبيل، نوف أحمد الحمادي، روضة سهيل المزروعي، العنود علي البلوشي، رفيعة محمد النعيمي، زينب حمود الهاشمي، ميثا علي البريكي، فاطمة ناصر الزعابي، هيام محمد علي الصيادي، مريم عمر فقاس عمر العامري، جواهر يوسف البلوشي، مريم أحمد العكبري، لطيفة علي الرميثي، آمنة حسين الحمادي، ياسمينة يوسف المرزوقي، عبير صالح الحربي، العنود بخيت الخوار، غدير حسين الحمادي، مريم عبد الله الحمادي، منى علي الحضرمي، فاطمة يوسف المرزوقي، شمع عبد الله الحوسني، نور عبد الله الصيعري، هاجر سلطان الحمادي، مريم حسن العبيدلي، ريم حسن الحوسني، ميرا عبد الله العبيدلي، عفرة إبراهيم المرزوقي، فاخرة محمد النعيمي، بركة سالم الحامدي، شيمة أحمد المرزوقي، ريم سلطان القمزي، مها حسين العيدروس، أينور محمد الخوري، زينب حسن النعيمي، سلامة محمد الهاملي، صفا خالد باعوضة، إيثار أحمد الشرقي، شمة محمد الحارثي، فاخرة محمد المنصوري، صفية يوسف الحمادي، شمة أحمد المنصوري، فاطمة حسين الحارثي، أميرة غانم الصيعري، شفاء حسن الهاشمي، مريم عبد الباسط السناني، سارة علي المنصوري، زمزم عبد الله المهري، شيخ أبو بكر عبد الله، عهود علي المنهالي، هيفاء علي الحمادي، علي ناصر أحمد، خديجة حسين أحمد المرزوقي،
خلود محمد محسن الهاشمي، أمينة خليل بن طوب، رجاء عبد الله المرزوقي، ليلى محمد، أبو بكر عبد الله حسين، عائشة أحمد، راشد مرزوقي، عائشة أحمد حسن الحمادي، نشوى سهيل السلمة، شيماء مصبح العكبري، سمية عبد الله المنهالي، مهرة جمال عبد الرحمن جمال، رؤية سعيد النقبي، عفرة ميزر الرميثي، فاطمة فاروق الحمادي، نيمة راشد المنصوري، شمسة خليفة النيادي، شيخة أحمد الشحي، إينا جوديكيتي، مريم إدريس الشحي، أسماء التيج الشامسي، أمل عمر الأكبري، خلود عمر الأكبري، أحلام علي المنصوري، بشاير برك عبد العزيز، فاطمة أحمد الحضرمي، فرجة أحمد الهاجري، موزة راشد العيان، مها عبد الله العامري، سارة نجم عبد الله علي الشرف، خولة حسن الكثيري، علي عبد الله المرزوقي، نورة فهد الحمادي، مريم سليمان النقبي، أسماء حسين الهاشمي، خلود خليفة سبيل العلوي، تهاني سعيد صالح الرويشان، بتلة محمد المنصوري، كريمة وليد علي سعيد الرويس، رحمة حسن الياسي، رهف خالد الحوسني، مروة إبراهيم النعمان، سامية عادل محفوظ، شيخة علي الساعدي، شوق صالح النعيمي، نور علي سعيد علي، فاطمة مراد البلوشي، خلود بلال علي بلال نصيب، شوق سعيد العلي، آمنة عبيد السلامي، عائشة محمد المرزوقي، شهد عبد الله الضنحاني، أسماء محمد الهاشمي، غيداء زياد رويشد، أمل عبد الرحمن المرزوقي، هناء محمد المنهالي، شيماء محمد صالح منصور، العنود غسان اليافعي، نجلاء عبد الله المهيري، سارة جاسم البلوشي، علي عبيد ماجد الزعابي، مريم مال الله علي الصقيل آل علي،
عايشة سعيد النيادي، شيمة يوسف الحمادي، أحلام علي المنهالي، حمدة أحمد الحوقاني، مريم عبد القادر المرزوقي، سلامة سهيل المهيري، خلود يوسف آل علي، شمة محمد المحرمي، هبة سالم المنهالي، نور أحمد القبيسي، فاطمة طاهر العامري، مريم محمد الشحي، عبير عبد الله الأنصاري، حمدة سيف القبيسي، عفرة بخيت الهاملي، مريم سليمان النعيمي، موزة إبراهيم الحمادي، عنود جاسم الحوسني، سارة بنت سليمان الغافرية، ريم سعد المنهالي، سهيلة بلال الزعابي، ميرا أحمد الشحي، موزة علي المهيري، ميثا منصور الكندي، سلطانة محمد المنصوري، عذاري أحمد الصبيحي، شيماء راشد النقبي، مزنة سهيل العامري، فاطمة يونس الكثيري، ميرا اسماعيل الزرعوني، صفاء علي العامري، سارة عبد الرحمن التميمي، سلامة حمد المزروعي، شمة بنت عيد الذهيلة، فاطمة حسين المرزوقي، ميثا علي الحوسني، ميرا سلطان الشامسي، مهرة حمد المهيري، ميثا محمد المهري، سارة طاهر العوبثاني، عايشة إبراهيم الحوسني، فرح يوسف الحوسني، عايشة أحمد محمد الحمادي، شذا علي المشجري، زهرة طارق بطيش، فاطمة علي البلوشي، مريم ضاعن المهيري، فايزة سالم السالمي، شمة طارق الأنصاري، شمة محمد المنصوري، ريم مبارك البريكي، العهود غسان اليافعي، أماني عبد الله راشد النقبي، أمينة سعيد عبد الله محمد، هاجر سالم الشامسي. ميثا يمعى سعيد علي خميس، اليازية حمد الشحي، رغدة محمد الشحي، آمنة مطر آل علي، كليثم راشد الشامسي،
اليازية سلطان الزعابي، عائشة عبد الرحمن العلي، ندى علي العامري، حور سيف المشغوني، فاطمة محمد الجسمي، سارة إبراهيم راشد الكلباني، ميثا صالح العتيبي، ميثا عبد الله الشوق، مي فهد سعيد الهاجري، ريم عمر عبد الله بن ثابت، حصة راشد الفلاسي، فاطمة أحمد الخمدشي، علي عبد الله الكثيري، سارة محمد الحوسني، شوق خالد المصعبي، عايشة حسين الكثيري، شمة خالد الحمادي، حصة عبد الواحد الخوري، العنود يمعس بيت المخمري، حور علي مبارك الجنيدي، سارة أحمد مال الله العبيدي، شيخة هاشم الهاشمي، عايشة عمر العيدروس، فاطمة مصبح المنصوري، آمنة عبد الرحمن المرزوقي، فاطمة علي الحبابي، شيخة بنت ياسر الجنيبية، لطيفة محمد العبيدلي، آمنة يوسف الحوسني، سهيلة محمد اليماحي، أسمع بيد العلي، نوف ناصر المصعبي، ريم عادل الهاجري، موضي زايد آل علي، مريم سعيد القبيسي، نورهان بسام كشموت، عايشة محسن الراشدي، مها مصبح الكعبي، وفاء فيصل علي المري، كوثر خالد الزبيدي، عفرة يوسف الحمادي، الدان إبراهيم العلي، خولة عبد الكريم أحمد بنافع، صفاء بدر العريفي، ميرا إبراهيم الخميري، طيف هاني المشجري، ريم مسعود العامري، خديجة سليمان الكثيري، سمية سند الهارش، سارة عبد الرحمن المازني، سبرة أحمد القبيسي، ميثة أحمد المخمري، ريم يوسف المنصوري، عايشة ناصر علي الحوسني، مريم عبد الله الرميثي، نورة عوض حسن علي، شيمة عامر علي السليمي، نوف محمد أحمد السعدي، مشاعل بنت سعيد باوزير، فاطمة حميد بور،
إيثار إدريس الحريري، شيخة محمد المنصوري، شيمة أحمد البريكي، دانا أنور العامري، منى أحمد المهري، سارة صالح الهاجري، سعاد راشد الحمادي، إلهام صالح بن حيدين، فاطمة إبراهيم المرزوقي، روضة أحمد عبده علي، بدرية أحمد الفارسي، أميرة أحمد عوض علي باعوضة، صفية خليل الحوسن، مريم عيسى الزعابي، ريم يمع البريكي، شمسة خليفة الرميثي، العنود عمار كاتم تيسير، شوق عبد الله يحيى، موزة محمد الجنيبي، مريم إبراهيم الشحي، هيفا عبد الكريم بن عمرو، زينب عبد الرحمن الحارثي، عيدة نصيب الهنائي، شمة محمد المنصوري، حمدة محمد المرزوقي، ميثة علي مبارك المنصوري، منى خالد خليفة اليعقوبي، مريم أحمد الشحي، نايلة سالم العلي، ريم سليمان العامري، أسمى خالد العامري، مروة عبد الله الحمادي، العنود سعيد الريسي، فاخرة خميس الجنيبي، ميرا صياح المهيري، مهرة خالد المريخي، مريم خميس النيادي، روضة حمد النيادي، خلود سهيل نورية، مريم علي الظاهري، عزة سعيد الساعدي، عفرة سلطان الدرمكي، ميثة خالد الشامسي، ميثة بطل خيالي، ميثة عتيج المنصوري، آمنة الشاعر الدرمكي، اليازية سالم العامري، سارة عبد الله المهري، مريم سالم الشامسي، مشاعل ناصر الشامسي، شيخة محمد العرياني، غبيشة سهيل الخيالي، رفيعة عتيج الكويتي، ميرا ناصر الشامسي، مريم سيف الراشدي، شمة سيف الشامسي، أسمى محمد عبد الكريم، علي محمد المنصوري، وديمة سعيد العرياني، حمدة عبد الله الحميري،
فاطمة سعيد الراشدي، فاطمة خالد المقبالي، علي سعيد الشرياني، وفاء سالم العامري، سمية سالم العيسائي، خلود عبد الرحمن الشامسي، ميثا راشد البلوشي، خولة سالم الكعبي، الفن محمد هويدن الكتبي، العنود سالم الكعبي، صافية عوض الشامسي، مريم محمد الدرعي، نورة محمد البكري، فاطمة محمد الجابري، وعد بن سالم العزيزية، العنود عبد الله الرشيدي، ملاك عبد الواحد العامري، علي خلفان الكعبي، شموخ خالد الجابري، أميرة عبد الله صالح عبد الله، وفاء صلاح عبد القادر المصعبي، لطيفة حميد الشامسي، حمدة جاسم النعيمي، شمس سعيد سيف الظاهري، اليازية سعيد سالم الكعبي، روضة عبد الحكيم الظاهري، خلود بنت خالد البلوشية، ريم عبد الله الحارثي، نجلة سالم الدرمكي، شمسة أحمد الحربي، سارة أحمد الساعدي، ميثا محمد المنصوري، نجل حسين الحبابي، مهرة علي الظاهري، ميثا ناصر الهاجري، بدور ناصر المصعبي، مريم محمد العلوي، أمل علي البادي، أسمى سالم الهاملي، شيخة محمد الكعبي، شوق بنت جمعة المديولية، ريم محمد الخيري، مريم سيف الكعبي، مريم أحمد الدرائي، حمدة يوسف الهنائي، حمدة محمد البلوشي، هند سالم الجابري، ميثا محمد الكويتي، سلامة عبد الله العزيزي، نعمة سيف الشامسي، هند محمد الشمري، شيماء عبد الله درويش، ريمة حمدان العامري، رنا نوفان عريقات، سلوى عمران العامري، سلامة هلال الكويتي، روان ناصر مرضاح، مريم حمد الشامسي، علي علي الظاهري، اليازية علي الظاهري،
مصيفة صغير المهيري، فاطمة مسعود النيادي، علي محمد الشامسي، سليمة زويد العامري، عليا مطر الشامسي، مريم غريب البلوشي، وديمة محمد الكتبي، مريم راشد الراشدي، شيخة أحمد الكعبي، ريم راشد الكعبي، سارة سعيد اليحيائي، حصة حسين الأحبابي، عاشة علي الشامسي، مريم جمع الناصري، ميثا سعيد الشامسي، خلود سلطان الكعبي، مريم هنا النعيمي، آمنة أحمد الظاهري، وسمية مهنة المنصوري، دانا جلال الدبعي، مي سعيد النيادي، فاطمة راشد النعيمي، منى محمد الكعبي، خلود محمد الوحشي، الفن سيف الشامسي، مريم محمد البلوشي، شمة محمد النعيمي، عايشة عبد الله الكعبي، ميثا حميد الشامسي، عهود سالم البلوشي، جواهر سعيد الناصري، مريم علي النعيمي، ريم محمد الظاهري، شيخة سعيد البلوشي، الريم سعيد الشامسي، نورة محمد الكعبي، ميرا يوسف الشامسي، مهرة سيف الغيثي، آمنة سلطان الغيثي، خيتة راشد الكعبي، منال أحمد داد محمد، فاطمة عبد الرحمن أحمد المرزوقي، زهرة محمد علمي عجة، سميرة جمعة الشامسي، الريم راشد النعيمي، ريم فالح الشامسي، هبة حمدان علي العبري، شمة ناصر العلوي، مريم سيف المعمري، ميرا محمد الكعبي، الياس علي الكعبي، الريم علي الكعبي، إيمان علي المقباري، موزة حمد العميمي، إيمان رحمة نذر محمد، ريم محسن الدوسري، سلامة سليمان الزرعوني، فاطمة سيف الشامسي، عائشة أحمد الظاهري، ريم راشد الشامسي،
فاطمة عامر العامري، العنود عادل الجنيبي، وديمة محمد الجابري، ميرا سعد العامري، صافية سعيد العرياني، شماء سعيد الرميثي، هناء عبد الحكيم عبد الودود، عايشة محمد الخيلي، موزة مطر الشامسي، صبحة مطر الشامسي، بثينة سعيد الحوقاني، أحلام محمد محمود، صبحة جمعة الكعبي، عنود محمد خوري، عليا خليفة الظاهري، مريم عبيد الظاهري، عائشة محمد النيادي، أمل خميس الظاهري، مهرة عيد اليحيائي، زينب عباس البلوشي، رحمة عيب عبيد المنعي، مريم عبد الله سالم علي الكعبي، مهرة عامر الشامسي، شمسة علي العيسائي، ميثة خليفة الظاهري، نورة سهيل الشامسي، شمسة خميس البلوشي، فاطمة أحمد الكعبي، شمة قاسم العامري، حنيفة علي محمد جاوشيري، الريم بنت مبخوت بن سالم العامري، وجدان محمد الدرعي، كوثر حسين العماري، شمة عبدالله البلوشي، دلال محمد الأحبابي، مهرة سالم النعيمي، العنود عبدالله الشامسي، شيخة سعيد العامري، خولة حمد المكتومي، نورة زكريا الخوري، حمدة حمد المهيري، ميرا راشد الكعبي، رهف طاهر البريكي، فاطمة محمد الشكيلي، طفول عبد الله الغيلاني، شمة سالم المر، نور سالم العامري، شمة راشد الشامسي، مها نصيب الكعبي، فاطمة راشد الكعبي، الريم راشد العامري، إيمان علي الكثيري، مريم عبد الله الشامسي، عايدة راشد الكندي، فاطمة حسن البلوشي، أفنان عبد الله النعيمي، عايشة بنت محمد الفارسية، فاطمة وليد البلوشي، شماء خميس المزروعي، كريمة خليفة المعولي،
آمنة علي محمد باراني، رجاء خريفة المعولي، عائشة بنت عبد الله بن علي، شمة خلفان المر راشد النعيمي، ميثا سالم الحراسي، العنود علي الشامسي، شيخة علي اليماحي، موزع بيد النقبي، شمة عبد الله المنصوري، بشاير عبد الله الحمادي، عائشة علي جاسم الحمادي، عائشة علي خلف الحمادي، نهلة علي الحمادي، هيا راشد المزروعي، موزع علي الحمادي، ريم محمد المزروعي، ميرا ناصر المنصوري، ميثا راشد المزروعي، مريم جاسم الحمادي، فاطمة سيف المنصوري، ميرا محمد صياح المزروعي، أسماء مطر المريخي، الجازي مبارك المنصوري، فاطمة مرشد المرر، شمع علي الحمادي، سلامة يوسف الحمادي، مريم عبد الهادي الكثيري، صالحة جمع الحمادي، سلمى سعيد المنصوري، نورة خلفان المزروعي، مي عبيد الهاملي، حصة ناصر المزروعي، سلامة صالح المزروعي، موزة براك المزروعي، صالحة أحمد المرر، عفرا سيف المنصوري، فاطمة صقر مبارك الحمادي، مريم حسن آل علي، فاطمة أحمد الحمادي، منال حسن محمد الحمادي، أسماء علي الحمادي، وضحى راكان المرر، شمسة فارس المزروعي، شمة سعيد الهاملي، سلامة أحمد الهاملي، شمة محمد المزروعي، اليازي راشد المنصوري، مريم أحمد الحمادي، نورة عبد الله الحمادي، ميثا لاحق المنصوري، ميثا مبارك المنصوري، مريم علي المنصوري، وفاء عبد الله الحمادي، ميثا زايد المنصوري، مريم إبراهيم الحمادي، شيخ راشد الفلاحي، فاطمة مسيعد المنصوري، نورة سيف ناصر نويصر المنصوري، أسماء عبد الله الحمادي، عائشة مبارك المنصوري،
العنود محسن المري، سلمى محمد المنصوري، فاطمة ناصر المنصوري، أمل إبراهيم الحمادي، نورة العبد المنصوري، ميثم بارك المنصوري، فاطمة سعيد المنصوري، شمة سلطان المنصوري، منال محمد الكثيري، ميثم خيت المنصوري، مريم محمد المنصوري، عيدة محمد القحطاني، سلامة بخيت المنصوري، وضحى حسين المنصوري، ميثا حسن الحمادي، مضحية حمد المنصوري، عفرة أحمد المنصوري، عبير عبد الله الحمادي، أنوار يوسف الحمادي، موزة محمد الحمادي، فاطمة عبد الله الحمادي، جواهر سالم علي الحمادي، خلود صباح الحمادي، صفاء إبراهيم الحمادي، لطيفة محمد المزروعي، العنود يوسف الحمادي، مي علي المنصوري، شماء سالم المنصوري، ميثا عوض المنصوري، عايشة معتوق الحوسني، حمامة صالح المنصوري، سارة الفندي المزروعي، سلطانة ربيع الحمادي، عفرة جاسم الحمادي، شيماء يعقوب الحمادي، فاطمة صالح الحمادي، عائشة مصطفى الهاشمي، شيخ حمد المنصوري، موزة سيف المنصوري، موزة بخيت الفلاحي، سارة سند المزروعي، وضحى راشد المنصوري، موزة محمد المنصوري، خولة محمد الحمادي، خلود خميس المنصوري،